السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحتنا، صفحة الرياضة والضحك والترفيه وشروحات مهمة. وإليكم اليوم أفضل وأقوى لعبة ناروتو بعد لعبة نينجا ستورم التي ظهرت مؤخرا، فإن هذه اللعبة تكون الأروع وفقط لعشاق الأنمي والنينجا والمنافسة. هذه اللعبة رغم أنك في البداية قد تحتقرها، إلا أنك بعد فهم بعض التفاصيل سوف تعشق اللعبة كثيرا، خاصة أن كنت من محبي ناروتو. وتختلف لعبتنا اليوم عن الألعاب التي شرحناها بالصفحة مؤخراً، من حيث أن اللعبة لها موقع خاص بها، وهذا يدل على الاهتمام الكبير بتطوير اللعبة، وكذلك أنت من تتحكم بالمهارات وتستعملها وتقاتل بها. وأيضاً الحصول على المحاربين وتطويرهم لا يكون بتلك السهولة مثل الألعاب التي جربناها سابقاً، وأشياء أخرى سوف نتعرف عليها في هذا الشرح، فتابعوا معنا ولا تنسى دعوة أصدقائك لتتنافس معهم في عالم النينجا هذا. أهلاً أصدقائي ومرحباً بكم في استكشاف أقوى لعبة ناروتو في الهاتف. نعم، أقوى لعبة ناروتو أونلاين للهاتف للعب مع أصدقائك. إذن هذه اللعبة اسمها نينجا بلاد دينستي. أول شيء فهي لا تقوم بتحميلها لا في بلاي ستور ولا في أبيك بير، بل لها موقعها الخاص بها. نتجه إلى كروم ونكتب هنا ناروتو موبايل جيم لكي تقوم بالتحميل. بكل بساطة كي تقوم بالتحميل اضغط على بلاي ويد أندرويد، هذه هي مباشرة يعطيك الملف. بعد أن تقوم بتسطيبه سيطلب منك تحميل ملفات بالتحديث فيه 2 جيجا. ندخل نستكشف كل التفاصيل وطريقة اللعب. عندما تدخل أول مرة لابد أن تضغط على ريجستر، تضع هنا الجمال الخاص بك، كلمة السر الخاصة بك الذي سوف تدخل بها دائما، ثم تضغط على سبميت. أضغط لوجين للدخول. هيا سمعوني، إذن هنا يعطيك اللغة تحضير الإنجليزية طبعا. ثم هنا لدينا السيرفرات. السيرفرات مسألة مهمة جدا عندما تضغط عليها، مثلا إذا كنت تريد أن تلعب مع صديقك يجب أن تختار نفس السيرفر. مثلا لدينا هنا الأخضر يعني سريع، البرتقالي يعني مزدحم، فول يعني ممتلئ. إذا أنا سوف أختار سيرفر، هذا سيرفر سينجو هاشيراما، وندخل.遠い昔、忍びという概念はなかった。金盤の身を口にした者が、チャクラの力を手に入れ、乱世を治めんとした。だが、次第にその力に溺れていった。この世界に秩序をもたらす者は、力か愛か。その対立が、 後世にまで続く長き争いの幕開けとなった。 الآن فقط يعطي التدريبات. أنا أول مرة أدخل المجرد. إذن أول شيء نفعله عندما ندخل إلى اللعبة نغير الاسم. إذن نضغط على الصورة بالآلة كي نقوم بتغيير الاسم. هنا نجد مكان الاسم، هناك قلم صغير، إذن سنضغط على هذا القلم الصغير وسوف نضع الاسم ياسين كاغي ثم قلبي، والاسم أصبح ياسين كاغي. ثم هنا يمكنك تغيير الصورة الرمزية. مع الوقت ستجمع الكثير من صور المحاربين تجدها في عندك في هذا المكان، يعني ديكورات الصورة تختار هنا عندما تحصل عليها. هنا السيستم يعني، ثم سويتش كي تغير الأكونت أو تغير حسابك فقط. وهنا أيضا تستطيع أن تكتب هنا أيقونة الشينوبي بالأسفل، نضغط عليها.
هذه قيمة مهمة جدا لأنك ترفع فيها مستوى المحاربين الخاص بك. مثلا هنا دعنا نرفع مستوى ناروتو، نضغط على Details فيعطينا هنا مجموعة من المعلومات. كي تقوم برفع مستوى تضغط على Upgrade بالآلة، نضغط على Upgrade هنا يعني رفع مستوى. أنا لا أريد أن أرفعه مباشرة إلى 40، سوف أرفعه إلى 21 فقط هكذا. مهم جدا نينجا تولز هي الأشياء التي تقوي بها أيضا محاربين خاصين بك، تضيف له الأشياء. هذه الأشياء مثلا هذا يعطيني الأشبيل، هذه الأشياء التي تزيدها يعني عندما تضغط عليها تختار مثلا تنال السلاح، وضغط هنا وير يعني ارتداء، فهو الآن يرتديه وزاد لنا 800 نقطة قتال. إذا كنت لا تريد أن تزعج نفسك بتغيير هذه الأشياء دائما فقد اضغط على أوتو أكيب يعني الاستمرار في الارتداء تلقائيا. هذه المعلومات ماذا تعني؟ الأشبي كما قلنا هو الدم الشخصية، التايجوتسو أتاك يعني الهجوم البدني، يهجم فقط بفنون قتالية. تايجوتسو ديفونس هي الدفاع البدني، أما نينجوتسو أتاك هو الهجوم مهارات، الهجوم بالقوة. نينجوتسو ديفونس هي الدفاع بالمهارات، هذا هو الفرق. هنا لدينا ويك اب هي بمثابة مثلا المهارات الخاصة بكل محارب، يعني قد القوة الداخلية او القوة القصوى لهذا المحارب. لدينا تريننج هو التدريب، سيفتح معنا عندما نحقق ستاج 240. انكامينج ستول يعني قريبا. هذا الجانب لدينا البراكتيس هو التدريب. لدينا روبرت، روبرت هو ان تعيد مستواه الى الصفر. ها هي دير هكذا بريبل يعطيك المعلومات، أيقونة بيرسونالية تجمع الأشياء. هذه بمثابة أشياء تجمعها، مثلا هذه عندما تقوم بخدعة الاختفاء تظهر هذه الخشبة في مكان اختفائك. كذلك يمكن تغيير هذا الديكور، هذه العلامات تعني هذه الويند الرياح، والأشخاص الذين في أسلوبهم يستعملون أسلوب الرياح. يعني عندما تتقدم في اللعبة سوف تستطيع أن تجمع محاربين، عدة محاربين وعدة حسب حظك طبعا. اذا كيف اضمهم للفريق؟ ناتي الى ايقونة تيم الموجودة في الجانب، فهنا تقوم بازالة اي فرد من الفريق وتغييره فقط بالضغط عليه هكذا. ناروتو ايضا تستطيع، اذا كان لديك عدة اصناف من هذه الوحوش تستطيع ان تختار. بالاعلى الباج وهو الحقيبة، ضغطت عليها هنا حقيبتك تجد فيها العديد من الأشياء. إذا كيف أعرف أن هذه الأشياء فيما تستعمل؟ يمكن أن تقرأ هذا الشرح أو فقط تضغط على يوز يعني استعمال، وسيل يعني بيع. إذا كانت لديك الحقيبة ممتلئة وتريد أن تبيع أشياء، ضغطت على يوز سيعطيني مكان استعمالها مثلا هنا، يعني ضغطت هنا هو أعطاني 20 منها. تختار هنا الماتيريال أو فريجمنت و أودر، قائمة الدردشة بطبيعة الحال. إذا ضغطت هنا فلدينا قائمة الدردشة التي تتحدث مع أصدقائك وتستمتع معهم، تلعب وتتحدث معهم. لا تستطيع أن تتحدث في الشط إلا إذا وصل مستواك 25 وليس مستوى المهمات، فإن مستواك يظهر بالأعلى. هنا نافذة الأصدقاء ضغطت عليها، هذا صديق واحد عندي هنا. ثم لدينا أد، إذا كنت تريد أن تضيف صديق اكتب اسمه هنا، تبحث عنه ثم تضغط. ثم ريكويست هنا تجد طلبات الصداقة عندك. بلاك ليست هنا يكون الأشخاص الذي قمت بحضرهم. إذا كيف أعثر على محاربين جدد؟ أين أجد محاربين جدد؟ تأتي إلى هنا ريكروت، إذا ضغطت على ريكروت هنا تقوم بالبحث عن محاربين جدد. تحتاج إلى تيكيت، هي هذه بطاقة التيكيت الذي تحتاجها، اسمها Advanced Recruit Ticket. وإذا كانت هذه نافذة تحتاج إلى هذه العملة، قم بتدوير العجلة، عجلة الحظ أنت وحظك، وبمبلغ 1800 يمنحك 10 تدويرات محاولات للبحث عن هؤلاء المحاربين. ينقسمون إلى عدة أقسام، لديك محاربين عاديين يعني ذات مرتبة عادية، ومحاربين من أصدقاء ناروتو على ما أعتقد، هنا محاربين أعلى رتبة هذا تلقائيا. إذا سنجرب الآن حظنا، صدينا مبلغ كافي لنقوم بعشرة تدويرات، لنقوم بعشرة تدويرات نرى ماذا سيعطينا. Let's go. كيف سيكون حظنا لهذه المرة؟ أشك أنهم سيعطونا ساسوكي مرة أخرى. وهناطا ماذا ستقولون أنتم؟ أها، وهذا شينو أبي ريمي.
أعطونا شينو واحدة فقط. والله يعجبني هذا، يعني ليس من السهل أن تحصل على المحاربين مثل اللعب. سنضمه إلى الفريق، فأضغط على التيم، أضمه إلى فريقنا حاليا بما نجد محاربين آخرين. سنرفع له مستواه قليلا، نرفع له مستوى قليلا كي يساعدنا في إنجاز المهمات. وإذا نرى المهمة الآن، مهمة 3 أشخاص، كيف سيقاتل شينو معنا في هذه المهمة؟ هيا يا شينو، لا تخذلنا أبدا. أظن أن شينو أدخل لنا الحشرة إلى الهاتف ولم يستطع أن يدخل المهمة. شينو، أستغرب أن الصراصير تجري فوق حول الهاتف، أظن أنك السبب. شينو صاحب الحشرات، اقتلهم بحشراتك وسرق زيتك يا شينو. جميل، إذا هذه استجلة المطلوب منك هنا. أين تجدها؟ تجدها في هنا بالضغط على أدفنتشر أو بالضغط على كويست، مين كويست هنا. الستاج الذي يطلب منك هو هذه المستويات الموجودة بالأسفل 11، ومكتوبة عندك بالأعلى. اجتياز هذا الستاج سوف تربح ريواردز، يعني الهدايا، انكونتر وتحديات. الرانكين هم الأفضل لاعبين من حيث استكمال المهمات. اللاعب الأول هذا استكمل 860، يعني إذا هنا كما تعرف تستطيع أن تتحرك هكذا بالخريطة، هكذا أشياء. يعني كما ترى لدينا عدة أماكن هنا ما زالت مغلقة. لدينا هنا بطولة حيث تقاتل لاعبين آخرين حقيقيين، تورنمنت، فهي مغلقة، تطلب منك أن تستكمل الرقم المستوى 45 من المهمات. ثم لدينا الأرينا، هو الحلبة التي تقاتل فيها، يمكن أن تقاتل أصدقائك، تقاتل لاعبين حقيقيين، فأيضا يفتح في المستوى 65 من المهمات. يعني ستاج يقول لك ستاج 65. أيضا لدينا مكان اختبارات، مثلا اختبارات تشونين، اختبارات الجونين، اختبارات النينجا الشينوبي، كما في أنمي ناروتو أيضا هنا تخوض اختبارات. لدينا أيضا هنا الجيلد. ما هو الجيلد؟ الجيلد هي العشيرة. نعم، في هذه اللعبة أيضا يمكنك أن تدخل العشيرة، تنضم إلى العشيرة، أو تنشئ أنت عشيرتك الخاصة مع أصدقائك وتتحدى عشائر أخرى. نعم، هناك العشائر أخرى للاعبين آخرين، تتحداهم وتقاتلون معهم وأشياء أخرى كثيرة. أيضا لدينا ويل أوف فاير، يمكن أن يكون مكان آخر للقتال. نينجا كات شوب، يمكن أن يكون فيه حيوانات لاستعمالها. لدينا ميسيون هاوس، بيت المهمات، يمكن أن يكون نوع آخر من المهمات. لدينا بالأعلى Land of Trials، يعني يمكن تكون فيها مهمات أخرى. لدينا الرانك، قائمة الأفضل لاعبين باللعبة، BP Rankings، أفضل الأشخاص من حيث نقاط القتال. Top Rankings في الليفل من حيث المستوى. مثلا الشخص الوحيد الذي وصل إلى الليفل 121 وهذا الشخص الذي اسمه هنا أفضل العشائر. كما ترون، كما قلت لكم، هناك عشائر تقاتل يقاتلون عشائر أخرى من لاعبين حقيقيين، فهذه قائمة أفضل العشائر. والقائد ليدر، يعني القائد اسمه كنز VN. ثم لدينا توب نينجا، هؤلاء هم أفضل لاعبين من حيث القتال، من حيث القتال هم هؤلاء الأشخاص. الرسائل تجد فيه الجوائز في بعض الأحيان. قناة السيمون هو الاستدعاء، هي قائمة تقنيات الاستدعاء. كل محارب لديه تقنية خاصة يستدعي بها أشياء. ناروتو مثلا يستدعي هذا الضفدع، فهذا الضفدع الآن صغير، أظن أنه يمكن أن ترفع مستواه فيكبر معك هذا الضفدع الصغير. أما ميديتيشن هي التأمل، فيه أشياء أخرى. لدينا هنا نافذة المهمات، مين يعني الرئيسية، ديلي هي اليومية. اليومية تفتح معك عندما تصل إلى مستوى المهمات 35 من مستوى المهمات.
هذه قائمة مهمة أيضا، مهمة جدا. إذا ضغطت على I want BP يعني أريد الباتل بوينت، أين سأحصل عليها؟ يقول لك ستحصل عليها من هذه الأشياء، من هذه الأمور الموجودة عندك. عندما تقول I want كوبان، كوبان هي العملة، تلك العملة الصفراء الموجودة بالأعلى هي الكوبان. ثم I want جاد، جاد هي التحسين، تحسينات يمكن أن تكون عبارة عن أحجار أو I want to level up، أريد أن أرفع المستوى. سوف يقول لك سوف ترفع المستوى من خلال هذه الأشياء. قل له أريد المحاربين، I want ninjas، أريد المحاربين. يمكنك أن تحصل عليهم من هذه الأماكن. ها هي، إذا ضغطت هنا على practice في مكان التدريب، لاحظ معي، إذا هذا هو مكان التدريب تستطيع أن تتدرب فيه بحرية، تتدرب فيه بحرية، تستعمل مهاراتك وكل شيء. إذا تضغط فقط على الأرقام الموجودة بأعلى أو علامة ستوب هكذا، ثم تضغط إكسيت لكي تخرج، تضغط شور وهكذا سوف تخرج من التدريب. لدينا الشوب المتجر، هنا تشتري بعض الأشياء، ولدينا روكي شوب. أظن أنه يمكن شراء هؤلاء المحاربين، ولكن صعب أن تصل إلى هذا العدد 40,005. ثم 5 إليمنتس شوب، تشتري بهذه العملة الصفراء. هذه العملة الصفراء يعني اسمها ناتورال إنرجي إيسنس، هنا تستطيع أن تقوم باستبدال هذه العملة. إكستشينج، هذه الأيقونة بالأسفل تعطيك جوائز كل 10 ساعات، هي إيدين ريوردز، كل 10 ساعات تعطيك جوائز. وصلت ليفل 13، ها نايس. لدينا أيضا بالأعلى هنا مجموعة من الأشياء تفتح معك بعد تقدمك اللعب، مثل هذا السطور. اوكي، في الأشياء هنا مثلا تجمع دائما النقطة الحمراء لتجمع الهدايا، ايفنتات يعني الأحداث. هنا يعطيك عجلة تلعب هذه العجلة، أيضا يعطيك هنا بعض الجوائز. من كل يوم مثلا تتفقد هذه الأشياء، فيمكن تجد فيها تتفقد دائما هذه الأشياء، ورث دائما هدايا. مثلا هذه هدايا الدخول اليومي، هذه للأيام. سكواد، هنا ريديم كود، هنا هذه الأكواد يمكن تجدها باليوتيوب، تكتبها هنا وتحصل على الجوائز. الباتل باس ضغطت هنا، نايس، عطونا 5، جميل جدا. هنا ايضا يعطيك اليوم الاول يعطونك هذه الجائزة، اليوم الثاني سيعطونا ساسوكي نينجا مانيول، اليوم الثاني، اليوم الثالث اشياء كولكت افتر ديسكاونت شوب. ديسكاونت شوب، متجر التخفيضات، لدينا هذا الشيء. كليم complete the limited challenge to awaken Naruto. سباق الرتب، متجر المبتدئين. انا هو كانجي، ماذا تفعلني؟ قل لك هذا ينفعك، يعني ينفعني بماذا؟ ملابس، ما هذا؟ نينجا خاص، ايجل جيفت كامل. كي تدخل بحساب آخر إلى غير ذلك، فهذا استجر هذا السهم الذي بالجانب هكذا، تجره هو فيعطيك لوج أوت يعني تسجيل الخروج كي تخرج من هذا الحساب. إذا هذه كل هي الأشياء المهمة جدا في هذه اللعبة. هذه الأشياء سوف أتركها كي تستكشفوها بأنفسكم، وهكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى لايك ومشاركة الفيديو، لا تنسى لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. تحياتنا.